بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت في هذا اليوم أن أتأمل معكم آية عظيمة لقول الشيطان يوم القيامة. هذا الشيطان يخدعك، يزين لك الدنيا، يزين لك أعمالك السيئة، ولكن يوم القيامة هذا هو الموقف. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يوم القيامة سوف نرى الشياطين أيها الأحبة ونرى الملائكة، وكل منا سيرى جهنم ويرى الصراط، وأحداث كثيرة جدا أكثر بمليارات مرات مما نراه في الدنيا. في هذا الموقف سوف يقف الشيطان هكذا، وقال الشيطان لما قضي الأمر. انظروا إلى قول الشيطان أيها الأحبة، هذا الشيطان الذي يأمرك بالإلحاد والكفر والزنا، وأن ترتكب الفاحشة مع فلانة مثلا، وأن تكذب على فلان، وأن تأكل مال فلان. هذا الشيطان الذي يصور لك أنه صديق لك، وأنه يأخذك إلى النعيم وإلى الرفاهية. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. سبحان الله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. سبحان الله. يعني قمة الغباء. هذا الملحد فعلا قمة الغباء. الشيطان يدعوك تستجيب له ثم يتبرأ منك يوم القيامة. والله عز وجل بكبريائه وجبروته، هذا الإله العظيم ذا العرش عز وجل، يناديك ويخاطبك ويصور لك ما ستشاهده وتلقاه يقينا. هذه الآية تصور لكم أيها الملحدون ماذا ستجد وترى أمامك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لم يكن لي عليكم من قدرة أو قوة. يعني هل رأيتم شيطانا يمسك بملحد ويقوده إلى الإلحاد؟ أو هل رأيتم ملكا يمسك بمؤمن يقوده إلى مسجد؟ لا، أنت لديك مطلق الحرية. الشيطان فقط يوسوس لك ويدعوك ويهمس من خلال نفسك الأمارة بالسوء، فتستجيب وتتبع خطوات الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا هو الشيطان أيها الأحبة، يلقي باللوم عليك، يضلك ويمنيك ويغرك ويلقي بك في نار جهنم، ثم يقول لك أنت المسؤول. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. لا أنا أستطيع أن أنقذكم أو أجيركم أو أخلصكم من هذا العذاب، ولا أنتم تستطيعون أن تنقذوني أو تخففوا عني العذاب أو تستجيبوا لصرخاتي. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سبحان الله. الشيطان يكفر بك أيها الملحد يوم القيامة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم يأتي الخطاب الإلهي ليقول للجميع إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. والله أيها الأحبة آية مرعبة، أحببت أن أتأملها معكم حقيقة لكي نتجنب خطوات الشيطان. دائما عندما تناديك نفسك، هذه النفس الأمارة بالسوء توسوس لك، تقول لك افعل هذا الفعل السيء، تذكر هذه الآية، احفظها هنا. تذكر أن الشيطان سيتبرأ منك، سيقول لك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، سيقول لك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لا أستجيب لصرخاتكم ولا أستطيع أن أفعل لكم أي شيء. وتذكر هذا الكلام، إن الظالمين
لهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من نار جهنم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.